بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا محاضرة عن دنتال بابليك هيلث أو صحة الأسنان العامة. بالبداية احنا لازم نعرف ايش نقصد بالهيلث أو الصحة. الهيلث هي حالة الخلو من المرض أو الإصابة. حسب تعريف منظمة الصحة العالمية في دستورها في عام 1948، تم تعريف الصحة على أنها حالة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي الكامل، وليس مجرد غياب المرض أو العجز. في عام 1984 تم تنقيح تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة، حيث تم تعريف الصحة على أنها مدى قدرة الفرد أو المجموعة على تحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات من خلال التكيف أو التغيير مع البيئة. وأيضا تعتبر الصحة هي مورد للحياة اليومية، هي ليست هدفا للحياة، إنه مفهوم إيجابي يركز على الموارد الاجتماعية والشخصية فضلا عن القدرات البدنية. ويعتبر تعزيز الصحة هو هدف من أهداف الطب، والحفاظ على الصحة واستعادة صحة الفرد في حال حصول أي ضرر لها، وتقليل المعاناة والضيق. وجميع هذه الأهداف تقع تحت كلمة الوقاية أو المنع. بالنسبة للبوبليك هيلث اللي هو الصحة العامة، هذا طبعا كلش مهم، يعني شوي انتبهوا عليه قد يجيكم بالامتحان. فتعريف الصحة العامة، أولا public health is defined as the art and the science of preventing disease. نقصد بها هي فن وعلم الوقاية من الأمراض وإطالة العمر وتعزيز الصحة من خلال الجهد المنظم للمجتمع. وتهدف الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات وخدمات الصحة العامة، إلى توفير الظروف اللي تمكن الناس في ظلها من الحفاظ على صحتهم وتحسين صحتهم ورفاههم أو منع تدهور صحتهم. وتركز الصحة العامة على النطاق الكامل للصحة والرفاهية، وليس فقط القضاء على مرض معين. أيضا هي تستهدف العديد من أنشطة السكان في الحملات الصحية، وكذلك تشمل توفير الخدمات يعني التشخيصية أو التخصصية، مثل التطعيمات أو اللقاحات أو الاستشارة السلوكية أو المشورة الصحية، بما في ذلك توفير الأدوية الأساسية. هنا يعني كرز دستور منظمة الصحة العالمية بأن أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كحق أساسي لكل إنسان، ويشمل الحق في الصحة بالحصول على رعاية صحية في الوقت المناسب، وتكون هذه مقبولة وميسورة التكلفة، يعني ذات كلفة يتمكن الفرد من أنه يدفعها، وأيضا ذات جودة مناسبة. ومع ذلك يتم دفع حوالي 100 مليون شخص على مستوى العالم إلى ما دون خط الفقر نتيجة الإنفاق على الرعاية الصحية كل عام. تميل الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمعات إلى تحمل نسبة لا داعي لها من المشاكل الصحية، كما أنه التغطية الصحية الشاملة هي وسيلة لتعزيز الحق في الصحة. الـ History of Dental Public Health. هنا راح نحكي على التاريخ المبكر لصحة الأسنان العامة. طبعا يعود تاريخ أقدم شخص معروف إلى طبيب الأسنان إلى عام 2600 قبل الميلاد، كما صرح كاتب بأن المصريين هم أعظم من تعاملوا مع الأسنان. وتوضح أو تشرح بردية إبرس المصرية في عام 1500 قبل الميلاد أمراض الفم، كما تقدم مصر في وصفة طبية لتقوية الأسنان واللثة. في القرن التاسع الميلادي ناقش العرب رعاية الأسنان بدلا من قلعها واستبدالها، وتم البدء باعتماد نظافة الفم باستخدام عصا أو عيدان خشب صغيرة. ليت يعني في أواخر عام 1400 اخترع الصينيون فرشاة الأسنان الأولى. عام 1723 وصف الجراح الفرنسي نظام رعاية شامل لطب الأسنان، بما في ذلك التقنيات الترميمية وإعادة بناء أطقم الأسنان. في عام 1791 في مدينة نيويورك تم اعتماد علاج الأسنان المتاح للفقراء. في عام 1840 تم تأسيس منظمة متخصصة بصحة الأسنان في العالم، أول منظمة. في عام 1861 تم إنشاء مستشفى فيلادلفيا الخيري لتقديم خدمة طب الأسنان.
في عام 1865 تم إنشاء أول عيادة لطب الأسنان في ألمانيا. عام 67 تم إنشاء عيادة منخفضة الدخل في بوسطن. في عام 1884 تم استخدام مصطلح النظافة الفموية وتم تعليم المرضى كيفية تنظيف الأسنان. عام 1890 قامت لجنة في إنجلترا بتعزيز النظافة الفموية في المدارس. عام 1931 تم اكتشاف الفلورايد. عام 1945 أول ظهور لفلورة مياه الشرب، أي استخدام الفلور. بدأت بعض الدول بوضع مادة الفلور في مياه الشرب. في عام 1969 أنشأت منظمة الصحة العالمية بنكا للبيانات، يقوم بجمع المعلومات حول صحة الأسنان واحتياجاتها. عام 1996 تم إنشاء برنامج ملف تعريف الدولة أو المنطقة الخاصة بصحة الفم التابع لمنظمة الصحة العالمية لتقديم معلومات عن البلدان في تقديم خدمات صحة الفم ومعدلات أمراض الفم. Dental Public Health نقصد به صحة الأسنان العامة، هو تخصص غير سريري لطب الأسنان، ويتعامل مع الوقاية من أمراض الفم وتعزيز صحة الفم. تشارك الصحة العامة للأسنان في تقييم الاحتياجات الرئيسية لصحة الأسنان والتوصل إلى حلول فعالة لتحسين صحة الأسنان لدى السكان بدلا من الأفراد، حيث تزداد أهمية الوقاية، حيث أن الأمراض المتعلقة بالأسنان يمكن الوقاية منها بصورة كبيرة. Dental related diseases are largely preventable and there is a growing burden on healthcare system for focus. يعني هذه نقطة يعني كلش مهمة، يعني هن أغلب أمراض الأسنان يمكن أن تكون preventable، يعني أنت إذا تفرج أسنانك، تستخدم الخيط، تقلل تناول الحلويات، إذا كل هذا راح يساعد في تجنب أمراض الأسنان. أيضا تطلع الصحة العامة للأسنان إلى أبعد من دور في علاج أمراض الأسنان، وتسعى لتقليل الطلب على أنظمة الرعاية الصحية من خلال إعادة توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية، حيث تواجه جميع البلدان في جميع أنحاء العالم مشكلات مماثلة فيما يتعلق بأمراض الأسنان. الـ implementation طبعا تختلف تنفيذ السياسات والمبادئ بسبب الموارد المتاحة على غرار الصحة العامة، فإن فهم العوامل العديدة التي تؤثر على الصحة سيساعد في تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة. إن طب أسنان الصحة العامة يمارس بشكل عام من خلال البرامج اللي ترعاها الحكومة والموجهة في الغالب لأطفال المدارس العامة، اعتقادا منهم أن تعليمهم في مجال صحة الفم هو أفضل طريقة للوصول إلى كافة الناس. كما أن النمط المتبع في مثل هذه البرامج في الماضي هو عبارة عن زيارة سنوية لممارس طب الأسنان إلى إحدى المدارس لإلقاء المحاضرات وإظهار تقنيات تنظيف الأسنان المناسبة، حيث شهد سبعينيات القرن الماضي بظهور برنامج أكثر تفصيلا تضمن طلبات والإجابات لمدة ساعة، تضمن جلسات إجابات لمدة ساعة أسبوعيا يديرها طبيب أسنان ومساعد أسنان بمساعدة مدرس كان قد تلقى سابقا عدة ساعات من التعليمات. كما تم أيضا استخدام برامج التثقيف الصحي للأسنان من خلال البرامج المتلفزة والتي تشجع الآباء على مراقبتها. باكجراوند، يبدو أن هناك الكثير مما يمكن القيام به لمساعدة الأفراد على منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة بناء على ما هو معروف بالفعل. يعني حتى مع استخدام الفلور ونظافة الفم فلا يزال تسوس الأسنان أكثر الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي شيوعا والتي تؤثر على كثير من الناس. إن تسوس الأسنان له تأثير اقتصادي وصحي على أمراض القلب والسمنة ومرض السكري، ومع ذلك يمكن منع تسوس الأسنان بسهولة عن طريق تقليل إزالة المعادن الحمضية اللي تسببها بقايا الطعام على الأسنان، وتشمل عوامل خطر التسوس عوامل جسدية وبيولوجية وسلوكية وبيئية وعوامل متعلقة بنمط الحياة مثل الأعداد الكبيرة من البكتيريا المسببة للسرطان، وكذلك عدم كفاية تدفق اللعاب وعدم كفاية التعرض للفلورايد وسوء نظافة الفم والأساليب الغير ملائمة لإطعام الرضيع والفقر وعدم تنظيف الأسنان. كل هذه هي عوامل تؤدي إلى تكون عوامل يعني ريسك فاكتور لظهور حالات أمراض الفم والأسنان. الكابيتيز كان ديفلوبد اون اني سيرفيس اوف توث، نقصد بها
انه يمكن ان تظهر التجاويف على اي سطح من الاسنان، لكنها اكثر شيوعا داخل الشقوق والحفر وفي الاخاديد. ليش تكون اكثر شيوع بهذه المناطق اللي هي الشقوق والحفر والاخاديد اللي على اسطح المضغ؟ لان هاي الامكنه ما يوصل، لا يمكن ان تصل فيها شعيرات فرشات الاسنان. يعني هذه تكون من الصعوبه انه فرشه الاسنان انه توصل الى هذه المنطقه، وبالتالي ازاله بقايا الطعام اللي تكون مترسبه عليها. حتى لو استخدمنا معجون اسنان اللي يحتوي على الفلورايد. كذلك ان امراض اللثه والتهاب اللثه والتهاب دواعم الاسنان هو سببها نوع من معين انواع معينه من البكتيريا اللي قد تتراكم في اللويحات و يعني بين الاسنان، وهذا يعتمد مدى الاصابه بامراض اللثه بشكل كبير على حساسيه العائل. ديلي brushing must include a brushing of tooth of both the teeth and gums. نقصد بها انه يجب ان يشمل تنظيف الاسنان اليومي التفريش للاسنان واللثه، حيث ان تنظيف الاسنان بالفرشات يشكل بشكل فعال راح يمنع تطور كل من تسوس الاسنان وامراض اللثه. Neutralizing acid after eating out at least twice a day brushing with the fluoridated toothpaste will assist preventing dental decay. نقصد بها انه عملية تحييد او معادلة الاحماض بعد الاكل وتنظيف الاسنان بالفرشاة مرتين يوميا على الاقل باستخدام معجون الاسنان المفلور سيساعد في منع تسوس الاسنان ويحفز تدفق اللعاب في عملية اعادة معدن الاسنان. كذلك يمكن القيام بذلك عن طريق مضغ الكا خاليه من السكر، وايضا فيشر سيلانس ابلايد اوفر. نقصد بها انه يساعد استخدام جهاز ما بين الاسنان مره واحده يوميا في الوقايه من امراض اللثه، ويتم تطبيق مانعات التسرب من الشقوق فوق اسطح المضغ للاسنان وتمنع التسوس، وان المواد المانعه للتسرب تجعل تنظيف الاسنان بالفرشاه اكثر فعاليه ويمنع ازاله المعادن من الاحماض وتسوس الاسنان. كذلك ادايت لو ان فيرمنتبل كربوهيدرات ويل ريديوس دي بيلت اب اوف بلاك اون تيث. كذلك ان اتباع نظام غذائي منخفض بالكربوهيدرات بمواد الكربوهيدرات اللي هي تكون قابله للتخمر راح يقلل لنا من عمليه تراكم البلاك على الاسنان. هسه شنو هو الدنتال بابليك هيلث competences؟ نقصد بها كفاءات الصحة العامة لطب الأسنان. وضع المجلس الأمريكي للصحة العامة لطب الأسنان قائمة بالكفاءات لأخصائي صحة الأسنان العامة. يقصد بهم هم مجموعة مختارة من أطباء الأسنان المعتمدين، وتسمح الكفاءات العشرة اللي هي راح نشرحها بالسلايد القادم إن شاء الله. يعني هذه الكفاءات العشرة اللي هو بالنمو والتعلم للأفراد، وتضع توقعات للمستقبل، وأن من ميزة التصميم هي أنها قابلة للتنفيذ على المستوى العالمي، ويتم تحديث القائمة بشكل دوري. هسه شنو هي الكفاءات Dental Public Health Competences؟ شنو هي الكفاءات العشرة اللي لطب الأسنان والصحة العامة؟ في عام 1900 هنا إذا تشوفون الكومبتنسز عام 98 وهنا النيو كومبتنسز يعني الكفاءات المحدثه في عام او الحديثه. في عام بعام 98 اذا نشوف النقطه الاولى كان هناك تخطيط لبرامج صحه الفم للسكان، بينما الكفاءات الحديثه تتضمن اداره برامج صحه الفم من اجل صحه السكان. هنا في عام 98 تم اختيار التدخلات والاستراتيجيات الوقايه من أمراض الفم ومكافحتها وتعزيز صحة الفم، بينما الكفاءات الحديثة تضمنت إظهار واتخاذ القرارات الأخلاقية في ممارسة صحة الأسنان العامة. عام 98 تضمنت تطوير الموارد وتنفيذ وإدارة برامج صحة الفم للسكان، بينما الكفاءات الحديثة تضمنت تقييم النظام الصحي وتأثيره على صحة الفم. النقطة الرابعة أنه في عام 98 تم دمج المعايير الأخلاقية في برامج وأنظمة صحة الفم، بينما الحديث هو تصميم نظام ترصد لقياس حالة صحة الفم. النقطة الخامسة في عام 98 تم تقييم
واقعية نظام تقديم العناية بالأسنان، بينما الكفاءات الحديثة ضمنت التواصل في قضايا الفم والصحة العامة. النقطة السادسة أنه تصميم وفهم استخدام أنظمة المراقبة لمراقبة صحة الفم، بينما الحديثة هي قيادة التعاون في قضايا الفم والصحة العامة. النقطة السابعة، في عام 98 تضمنت التواصل والتعاون مع الجماعات والأفراد في قضايا صحة الفم، بينما الحديثة هي الدعوة إلى سياسة وتشريعات وأنظمة الصحة العامة لحماية وتعزيز صحة الفم والأسنان والصحة العامة. في عام 98 هو الدعوة إلى سياسة وتشريعات وأنظمة الصحة لصحة الأسنان، بينما الحديثة هي تقريبي للأدلة لمعالجة صحة الفم للأفراد والسكان. والنقطة التاسعة هو نقصد بها نقد المؤلفات العلمية وتوليفها، بينما الحديثة هو إجراء البحوث لمعالجة مشاكل الفم. والنقطة العاشرة والأخيرة هي تصميم وإجراء دراسات سكانية للإجابة على صحة الفم، بينما الحديثة هي نقصد بها دمج المحددات الاجتماعية للصحة في ممارسة صحة الأسنان. السكوب اوف ذا دنتال بابليك هيلث، هذا كلش مهم تنتبهون عليه، قد يجيكم سؤال بالامتحان شنو هو السكوب اوف ذا دنتال بابليك هيلث. عندنا هنا يعني نقصد به نطاق الصحه العامه للاسنان. طبعا المجالات الميجر ارياز اوف دنتال بابليك هيلث اكتيفيتي انكلود، نقصد بها المجالات الرئيسيه لانشاء صحه الاسنان العامه، تشمل اولا مراقبه صحه الفم، حيث تم تصميم النظام الوطني لمراقبه الفم لرصد تاثير أمراض الفم على السكان، وكذلك مراقبة كيفية العناية بالفم. بالإضافة إلى ذلك يتم الإشراف باستمرار على حالة فلورة المياه على مستوى الولاية والمستوى الوطني، والبوليسي اند ستراتيجي ديفلوبمنت اند امبلمنتيشن، نقصد بها تقييم الأدلة على تداخلات وبرامج وخدمات صحة الفم والأس عذرا assessing the evidence of oral health and dental intervention programs and services، نقصد بها تقييم الأدلة على تداخلات وبرامج وخدمات صحة الفم والأسنان، والبوليسي اند ستراتيجي ديفلوبمنت اند امبلمنتيشن، نقصد بها تطوير السياسات والاستراتيجيات وتنفيذها، والاورال هيلث امبروفمنت، نقصد بها تحسين صحة الأسنان، وهيلث اند بابليك بروتكشن، نقصد بها حماية الصحة العامة، وأيضا ديفلوبينج اند مونيتورينج كواليتي دنتال سيرفيسز، وتطوير ومراقبة خدمات طب الأسنان عالية الجودة، والدنتال بابليك هيلث انتليجنس، استخدام اساليب ذكيه في الصحه العامه للاسنان، واكاديميك دنتال بابليك هيلث، نقصد بها اكاديميه الصحه العامه للاسنان، واخر شيء هو رول وذن هيلث سيرفيسز، هو تكوين دور لها ضمن الخدمات الصحيه. هذا كلش يعني تنتبهون عليه، قد يجيكم بالامتحان. هسه شنو هي البرنسبلز اوف دنتال بابليك هيلث؟ ما هي مبادئ الصحه العامه للاسنان؟ dental health is concerned with promoting health of an entire population and focus on an action at a community level rather than at an individual clinical approach. نقصد بها مبادئ الصحة العامة للأسنان أنه تهتم صحة الأسنان بتعزيز صحة السكان بالكامل، وتركز على إجراءات على مستوى المجتمع بدلا من انتهاج نهج سريري فردي. فالصحة العامة للأسنان هي موضوع واسع يسعى إلى توسيع نطاق العوامل التي تؤثر على صحة الفم لدى الناس، والوسائل الأكثر فعالة للوقاية من مشاكل صحة الفم وعلاجها. الكرايتيريا تو ديترماين البابليك هيلث بروبلم، هي شنو هي المعايير اللي نقدر من خلالها تحديد مشكلة الصحة العامة؟ to allow a health problem to be properly managed it is important that there is a set of rules or criteria to follow which determines what is defined as a public health problem. يعني احنا عندنا للسماح بإدارة مشكلة صحية بشكل صحيح، من المهم أن يكون هناك مجموعة من القواعد أو المعايير اللي يجب اتباعها، واللي تحدد ما يتم تعريفه على أنه مشكلة صحية عامة، وما هو أفضل طريقة لإدارة المشاكل الصحية في المجتمعات. فيما يلي مجموعة من الأسئلة اللي يجب مراعاتها عند تحديد مشاكل الصحة العامة. يعني what is the prevalence of the condition؟ نقصد بها ما مدى انتشار الحالة؟ واللي يجب تحت طاولة هذا العنوان عندنا حوالي 6 أسئلة يجب الإجابة عليها، اللي هو what is the prevalence of health problem؟ ما
ما هو مدى انتشار المشكلة الصحية؟ Is the disease widespread؟ هل المرض منتشر على نطاق واسع؟ Who has the disease؟ من هم الذين لديهم المرض؟ What the percentage of the population is affected؟ ما هي نسبة السكان المتضررين؟ وأيضا What is the distribution of the disease within the community؟ ما هو يعني تأثير أو توزيع المرض انتشار المرض داخل المجتمع؟ و is the prevalence increasing or decreasing؟ وهل هذا الانتشار هو في تزايد أو في نقصان؟ السؤال الثاني اللي إحنا يجب أن أيضا نجاوب عليه هو What is the impact of the condition on an individual level؟ ما هو تأثير الحالة على المستوى الفردي؟ يضمن أيضا مجموعة حوالي 5 أسئلة اللي هو ما مدى شدة آثار المرض على المريض؟ هل يموت الناس بسببها؟ Do they suffer pain, discomfort or loss function؟ هل يعانون من الألم أو عدم الراحة أو فقدان الوظيفة؟ Can they perform their normal social role؟ هل يمكنهم إداء أدوارهم الاجتماعية العادية؟ وهل يمنعون من الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على عمل بسبب مشكلتهم؟ أيضا دراسة موضوع التأثير على المجتمع الأوسع ويتضمن يعني What is the impact on the wider society؟ شنو هو تأثيره على المجتمع؟ تضمن أيضا مجموعة أسئلة 3 أسئلة ما هي التكاليف اللي تتحملها الخدمة الصحية لعلاج الحالة؟ 2 How much time do people take off work to get treatment and care؟ يعني ما هو الوقت اللي يستغرق الأشخاص في الانقطاع عن العمل للحصول على العلاج والرعاية؟ وأيضا What effect does the condition have on economic performance and productivity of the country؟ يعني ما هي أثار المرض على الأداء وعلى المستوى الاقتصادي وإنتاجية الدولة؟ أيضا عندنا مجموعة أسئلة تحت عنوان What conditions are preventable and effective treatment available؟ يعني ما هي الشروط التي يمكن الوقاية منها والعلاجات المتاحة اللي متخذة؟ طبعا تشمل الإجابة عن الأسئلة التالية هل التاريخ الطبيعي للمرض مفهوم تماما؟ Can the early stage of the condition be recognized؟ يعني نقصد بيها هل يمكن التعرف على المراحل الأولى من الشروط؟ إذا كان الأمر كذلك فهل هناك تداخلات يمكن تنفيذها لوقف تقدم المرض إذا تقدم؟ وهل هناك علاجات فعالة متاحة؟ طبعا هذه once these questions have been answered the way of public health problems is acted upon to protect a population can determine. يعني بمجرد الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن تحديد طريقة التعامل مع مشكلات الصحة العامة لحماية السكان. هسه approach to prevention هذا موضوع كلش مهم أخاف يجيكم أنواع يعني بالامتحان شنو هو approach to prevention؟ إحنا أول شيء طبعا هذا كله إن شاء الله إحنا بالمحاضرات القادمة راح نأخذه بشكل تفصيلي لكن هنا نعطيكم إياه بصورة عامة. فمدخل لمناهج الوقاية. أول شيء fluoridation of drinking water اللي هو فلورة مياه الشرب. إن عملية فلورة المياه من خلال إضافة الفلورايد في إمدادات المياه العامة بقصد وقف تطور الأمراض للأسنان. فالفلورايد للفلورايد القدرة على التدخل في إزالة المعادن وإعادة التمعدن التي تحدث على سطح السن ويحسن امتصاص المعادن عندما ينخفض مستوى البي اتش عن المستوى الطبيعي. في الوقت الحالي نفذت حوالي 40 دولة مخططات المياه المفلورة. الفرص الوظيفية اللي تركز على الوقاية بدأت طرق الوقاية مثل تعزيز صحة الفم بتثقيف الأطباء والسكان في استراتيجيات تعزيز الصحة منذ منتصف القرن 19 وأيضا أصبحت ممارسة صحة الفم تدور حول الوقاية والتعليم أكثر من علاج الأمراض يعني مثل ما تعرفون أنه الوقاية خير من العلاج. يمكن أن يركز هذا التعليم على ممارسي طب الأسنان وعلى نطاق أوسع من السكان المهمين. يعني هاي النقطة الثانية هو أنه بدينا إحنا باستخدام طرق تعزيز الصحة في إيصال الطرق الصحيحة لتجنب أمراض الأسنان. أيضا كانت هناك تغييرات في التركيز في تعليم وتطوير الأطباء في جميع أنحاء العالم حيث تم تطوير مدرسة طب الأسنان الأولى في عام 1826 وتبعها تطوير مجال الممارسة بشكل مستمر ومتزايد.
أيضا the dental practice began within with its main focus on the treatment of oral disease and branched onto a wide scope of practice with many dental occupations involved. يعني بدأت ممارسة طب الأسنان بتركيزها الرئيسي على علاج أمراض الفم، وتشعبت في نطاق واسع في الممارسة مع العديد من مهن طب الأسنان. أيضا the most common form of dental clinicians are either general dentist, oral health therapist أو dental therapist and dental hygienist. إن أكثر أطباء الأسنان شيوعا هم أطباء الأسنان العامون ومعالجو صحة الفم ومعالجو الأسنان وأخصائي صحة الفم. أيضا الوقاية لصحة الأسنان وصحة الفم هي الشكل المستخدم الآن، حيث أن التعليم في مجال العناية بالفم للسكان هو الحل الأفضل بدلا من علاج الأمراض، ويعمل التعليم الجامعي لطب الأسنان الآن على تطوير الأطباء والتركيز على تعليم المرضى وتثقيف المجتمع وعلى نطاق واسع باستخدام مناهج مختلفة. شكرا لحسن الاستماع.